قبل أن تجيب ضيفتنا، فقط ننوي إلى هذا العاجل، جهاز المخابرات العامة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع. يمكنك أن تعلقي على العاجل وعلى وأيضا الجواب على سؤال الزميلة دين. وجود أكثر من جيش في السودان هو مهدد وجودي للدولة السودانية نفسها. الخلاف ما بين قادة القوات المسلحة الحالي وقادة قوات الدعم السريع هو مجرد رأس جبل الجليد. الخلاف الحقيقي والمحدد الحقيقي لكيفية تعامل كل الأطراف هو المبدأ الذي يصلون عن طريقه إلى السلطة. هل نحن مكونات سياسية أو فاعلة سياسيا بشكل عام متفقين على أن التبادل السلمي للسلطة هو الحل الأمثل لنا كلنا للسودان شعبا وحكومة بكل المكونات، أم أن الأكثر قدرة على التدمير أو الأكثر قوة هو الذي يستحق أن يحكم؟ المناضلين هم المستحقين للحكم أم المفوضين عن طريق الانتخابات؟